الأسبوع اللي فات كنا بنتكلم عن تضخم يصيب العالم ومحاولات عالمية لاستيعاب موجة من موجات التضخم المعروف أسبابها ويتم تحليلها وبيتم محاولة يعني السيطرة على كل تداعيات تضخم قادم بشدة. في وسط الكلام بقى عن تضخم نقدر نفهم أنه يبقى مرتبط بارتفاع أسعار معظم السلع الأساسية وخصوصا السلع اللي بتحدد الأسعار، يعني حاجة زي الذهب مثلا. الغريب جدا أنه سوق الذهب شهد انخفاض جديد مش بس في مصر لكن في العالم طبعا، وبطبيعة الحال في مصر. هبوط الأسعار في مصر وصل في يوم واحد لـ3 جنيه في الجرام، وده رقم كبير. إيه اللي حصل أو إيه أصل الحكاية؟ إنه أسعار الذهب في البورصات المالية العالمية سجلت تراجع، نزلت عن $1,800 بعد ما سجلت سعر تجاوز $1,805، وبالتالي الهبوط ده حصل وأثر على أسواق العالم. اللي جاي إيه؟ ده سؤال مهم. حصل الهبوط ده ليه؟ ده سؤال كمان مهم. أسواق الذهب هي واحدة من الأسواق اللي بتشغل المصريين جدا، حتى مش بس اللي بيستثمر في الذهب لكن كمان الراجل والمواطن الطبيعي البسيط اللي هيروح يجيب شبكة ولا اللي عايز يجيب هدية بسيطة. الذهب جزء من أو تفصيلة مهمة من تفاصيل إزاي بينفق المصريون أموالهم. احنا متشرفين معانا على التليفون استاذ ايهاب واصف، نائب رئيس شعب التجار الذهب. مساء الخير على حضرتك. مساء الخير يا استاذ دينا. استاذ ايهاب، يعني اشرح لنا الاول هبوط الاسعار العالمي، بورصه الذهب العالميه ازاي حصل لها هبوط رغم اننا بنتكلم عن موجات تضخم وارتفاع في اسعار البترول مثلا. طيب خلينا بس نوضح ان هو مش هبوط كبير، لان الهبوط لم يتعدى ال $15 للأوقية. يعني احنا في اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها سعر الوقية دلوقتي $1,785. ده ما يعتبرش الهبوط الكبير، لانه ما سمعش حتى في السوق المحلي بالانخفاض اللي هو نقدر نقول عليه ملموس. العادي الطبيعي بتاعنا ان احنا بنتكلم في كلمة هبوط لما بنوصل لاكتر من 10 جنيه في الجرام، هو الانخفاض او الارتفاع اكتر من 10 جنيه بنقول ده ارتفاع ملحوظ. هو الاول بس تقريبا نسبة الـ1.5% او الـ2%. اللي حاصل النهاردة بالتحديد، لان احنا كان عندنا تقريبا نقدر نقول ثبات سعري في اسعار الدولار واسعار بنتكلم على الدولار مقابل العملات الرئيسيه، وبنتكلم عن سعر الذهب تقريبا خلال الاسبوع ما اتحركش كتير. ولكن اللي حصل النهارده هو انخفاض اللي انا قلت لحضرتك عليه، طفيف في اسعار الذهب، ما واجهوش الانخفاض في السوق المحلي. وده بسبب ارتفاع قيمه الدولار وارتفاع وبالتالي ارتفاع عوائد السندات بنسبة 7% وبالتالي انعكس على سعر الذهب، لأن احنا عارفين في البورصات العالمية ارتباط الدولار بالذهب عكسي. هو ده السبب الرئيسي اللي حصل النهاردة في الهبوط العالمي الأسعار. وزي ما حضرتك قلت ما ينزلش إلا لو كان الهبوط العالمي يتعدى الـ$15. يعني احنا اذا بنتكلم مثلا في اكتر من النسبة اكبر من كده عادي، ولكن هو بيتحرك في الرينج الطبيعي اللي هو ممكن يتحرك فيه، انما ما نقدرش نقول ان الذهب انخفض الانخفاض الكبير او الانخفاض الملحوظ. طيب. إلى الآن ما سمعش الانخفاض العالمي على السوق المحلي كتير، يعني إحنا تقريبا بنشهد ثبات بسيط في الأسعار المحلية اللي هو انخفض الذهب تقريبا في حدود الجنيه الـ2 جنيه خلال اليوم النهارده. طيب أستاذ إيهاب، دايما كده يقولوا إنه في مواسم لشراء الذهب، لسه كنت بتكلم مع زمايلي ان جت اوقات كده على المصريين كان بالنسبه لهم التحويش في الذهب ده اكتر وسيله امنه، يعني وعلى راي يعني المخرجنا العظيم عمرو زكريا زينه وخزينه. انا اول مره اسمع المثل ده. هي المقوله بتاعتي انا، زينه وخزينه دي اللي انا دايما بقولها، الذهب زينه وخزينه. هو فعلا ده. لا عمرو زكريا بيقولها مره، ولسه لحد النهارده احنا بنقول الذهب زينه وخزينه. وبقى الاتجاه ليه ان هو خزينه اكبر منه.
في الوقت اللي فات، لان احنا كنا لو حضرتك متابعه الاسعار الفوائد البنكيه كانت مرتفعه، ولكن وبتقل. لسه من يومين طبعا تثبيت سعر الفايده في مصر، فبنقدر نقول انه النهارده الذهب يعد من افضل الاستثمارات الماليه اللي بتدخل عائد على الناس، لانه الارتفاعات اللي دايما بيواجهها الذهب المتتاليه دي بتبقى استثمار بالنسبه للمواطن الطبيعي او للمستثمر طبعا. طيب برضو السؤال، احنا داخلين على موجه تضخم عالمي، اللي معاه شويه فلوس يحافظ عليهم ولا يحطهم في ذهب؟ لا، هو الذهب دايما الاستثمار الامن حتى في البورصات العالميه، يعني احنا لما بنلاقي ارتفاعات في اسعار الذهب في البورصات العالميه ده بيكون ناتج على ان المستثمرين بيروحوا يتكلفوا على شراء الذهب، فده بالتالي بينعكس على سعر الذهب. طيب. طبعا رؤيه المستثمرين في البورصات العالميه هم الانفستمنت بتاعتهم او الاستثمار بتاعهم بيكون بارقام كبيره، فبالتالي المكاسب بتكون كبيره، بيخشوا في الذهب كملاذ امن للاستثمار، احنا بنسميه ان هو الملاذ الامن للاستثمار دايما، او دايما بيكون المحطه الامنه ليهم للاستثمار او للاستراحه، فلان هو عارف ان هو الذهب في ارتفاعات متتاليه دايما. مش وارد مثلا ان موجه التضخم العالميه تؤدي الى تسييل بعض الاموال المجمده دي في الاستثمارات اللي في الذهب؟ يعني اقصد انا سؤالي لحضرتك تحديدا في الموجه اللي جايه، المتوقع انه كمان اسعار الذهب من ضمن الحاجات اللي بترتفع بشده، الارتفاع الملحوظ بقى اللي حضرتك بالضبط يعني هي نسبه التضخم بمرايتها هي الذهب، فبالتالي بنلاقي ان الانفسترز بيروحوا ان هم يحطوا فلوسهم في الذهب، لانه التضخم بينعكس على سعر الدولار، وبالتالي هو مش عايز يخسر فبيروح يحط فلوسه في الملاذ الامن للاستثمار اللي هو الذهب. هي العملية اقتصادية، ولكن المراية بتاعت التضخم العالمي اللي هو نقدر نقول ان هو كان الشهر اللي فات تقريبا تخطى 3% في الولايات المتحدة الأمريكية، المراية بتاعته كانت انعكست على الذهب، وبالتالي ارتفع أسعار الذهب على مدار الفترة القريبة اللي فاتت. ومن المتوقع ارتفاعات تانية؟ ده سؤالي لحضرتك. الطبيعي للذهب ان هو ما بيثبتش وان هو بيرتفع، حتى لو انخفض انخفاض طفيف مثلا نقدر نقول عليه زي اللي حصل النهارده، ده بيكون خطوه لورا عشان خاطر بيطلع خطوتين لقدام. الذهب لو بصينا على الكيرف بتاعه بنلاقي ان الذهب عاده بيطلع وبعد كده ياخد هدنه، ينزل سنه بسيطه ويطلع ويرجع ارتفاع اكتر من الاول تاني. بالظبط. طيب استاذ ايهاب، عندي سؤال محلي شويه مش عالمي بقى، زي ما حضرتك بتتكلم انها بورصه عالميه وانه المفروض انه الانخفاض والارتفاع ينعكس بشكل يومي على السعر، وده اللي بيحصل في العالم كله. ليه احيانا في مصر كل دقيقه علينا في السعر المحلي؟ ايوه، ليه بقى احنا في مصر ما بنشوفش السرعه دي في الانخفاضات، او لكن بنشوفها في الارتفاعات؟ وسؤالي بشكل تاني، هل السوق المصري معرض لمواسم كده؟ يعني كل موسم الذهب يغلى محليا بغض النظر عن البورصه العالميه، ده بيحصل؟ لا، هو احنا مرتبطين ارتباط كلي بالبورصه العالميه، احنا مش منفصلين عن البورصه العالميه خالص. احنا الاسعار المحليه هي مرايه برضو للاسعار العالميه، ولكن الانخفاض العالمي ممكن ما يكونش بنسبه كبيره، فما بتاثرش، ما بتنعكسش على السوق المحلي. او احنا عندنا هم ثلاث عوامل اللي بيأثروا في سعر الذهب: سعر البورصه العالميه، سعر صرف الدولار بالجنيه، وعوامل العرض والطلب. احنا لو عندنا طلب كبير شويه في السوق المحلي ده بيأثر، او العرض قليل ده بيأثر على سعر السوق المحلي تقريبا بنسبه بسيطه اللي هي 2 جنيه او جنيه او 3 جنيه للجرام. فبالتالي ما بنلاقيش ان الانعكاس، اوقات بيحصل الانعكاس كبير لانه بيحصل طلب شويه زياده، فبنلاقي في حته الانخفاض بيكون بطيء شويه، ولكن الارتفاعات بتكون الارتفاعات اسرع، رتمها اسرع من الانخفاض. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ ايهاب واصف، نائب رئيس شعبه تجار الذهب. اذا
بحسب برضو ما قال الاستاذ ايهاب، هو زينه وخزينه بقى، المصطلح الجديد اللي انا شخصيا النهارده اتعلمته. لكن واضح جدا انه اذا كان اللي هيقدر يفكر في انه يحوش او يستثمر، فالذهب طول عمره هو الملاذ الامن لكثير من، وخصوصا من اهل الطبقه المتوسطه اللي يحب يحوش فلوس لاولاده مثلا. فذهب هو طول الوقت يعني استثمار رابح وناجح.